اول حاجه عندي هنا الكاساديه عباره عن ايه، نص كيلو صدور دجاج بقطعها رفيع جدا. ليه؟ علشان دي هتبقى حشوه. طيب عليها بقى بابريكا وكمون، توم بودره، بصل بودره، والملح والفلفل الاسود. شفتي بهارات ابسط من كده؟ طبعا محتاجه زيت زيتون الكميه اللي انت يعني تحبيها. انا بحب احط زيت زيتون قليل، لا انا بحب احط كتير، براحتك خالص. محتاجه بقى بصل مفروم وفلفل الوان وجبنه موتزاريلا وجبنه تشيدر وعيش تورتيه، او صدقيني العيش اللي هو العيش اللبناني او الشامي برضو ينفع معايا جدا. اي حاجه ممكن نحط الحشوه دي في فينو. ولكن انا ليه عامله النهارده كاساديه كفكره مختلفه، كفكره مختلفه. طيب عندي بقى صوص للتقديم عباره عن ايه، كاتشب، مايونيز، مستردة، وشويه خل ابيض، جبنه شيدر، وشويه زيت زيتون، وطبعا تعرفين للتقديم نعناع فريش. اكيد نقول تاني الكاساديه عباره عن ايه، عن صدور فراخ مقطعه مكعبات صغيره، بابريكا، كمون، توم بودره، بصل بودره، وشويه ملح وفلفل اسود وزيت زيتون، بصل مفروم وفلفل الوان، وجبنه موتزاريلا صافي او جبنه موتزاريلا وشيدر، براحتك خالص. واخر حاجه عيش التورتيلا او عيش التورتيلا. طيب نركن كده ورقنا على جنب. مشي بجد بجد يعني يوم مفيش ابسط ولا اسهل من كده. بصي اي حاجه، ما انا حطيت شويه زيت زيتون قليلين، اي حاجه يا جماعه محطوطه في عيش هما بيفضلوها جدا. هما ما عندهمش وقت زينا. احنا كنا زمان نقعد مع اهالينا على السفره ونقعد ناكل ومش عارف ايه، لا هما ما عندهمش وقت لكل ده. اللي ليك ايه؟ ساندوتش، اي حاجه في ساندوتش. اه الله احنا عايزين. طيب انا كمان برشح جدا ساندوتشات في الصيف. بصي احسن حاجه تاكل، لان كلنا بيبقى عندنا كده عارفين اللي هو عايزين ناكل حاجه خفيفه بسيطه. شويه الزيت اتحطوا على الطاسه السخنه، احط عندي صدور الفراخ. طبعا الفراخ لو اتحطت في طاسه مش سخنه هيحصل ايه؟ هتنزل ميتها، ولما تنزل ميتها يعني طعمها ميبقاش حلو، ولما تنزل ميتها يعني بتفقد العصاره بتاعتها، يعني طعمها يعني طراوتها حفظنا. طيب هتبل بايه بقى؟ بادي الملح وادي البابريكا وادي الفلفل الاسود وكمان الكمون. عندي حاجه خارجيه الا وهي عن الثوم البودره، البصل البودره، وبس ونقلب. طيب ليه انت حاطه بصل هنا في الوصفه؟ ليه ما حطيتيش البصل الاول؟ لا انا عايزه الطاسه بتاعتي ناشفه علشان الفراخ بتاعتي تستوي حلو قوي ما تنزلش ميه. طيب امال لو حطيت البصل، البصل يا جماعه فيه ميه، هينزل ميه فين؟ في الطاسه. ايه اللي يحصل؟ الطاسه ما تبقاش ناشفه، اجي احط الفراخ فتنزل ميه هي كمان. لكن اهم حاجه طاستي تكون سخنه جدا، الماده الدهنيه احطها كمان تكون سخنه، بحط زيت زيتون لما الطاسه تسخن، مش هسخن زيت الزيتون ما يسخنش معايا ما يتقدحش يعني. وبعدين احط عندي الفراخ واتبل، هلاقيها بصوا مفيش نقطه ميه. تعالوا كده اختبروني اهو، بصوا مفيش نقطه ميه. ليه؟ ويطلع طعمها احلى وتبقى ولا المشويه. ليه؟ علشان احنا رقم واحد سخنا الطاسه كويس جدا، وبعدين حطينا الزيت وحطينا الفراخ على طول، مش اي حاجه قبلها وبعدين تبلناها. اسيبها بقى هي رقم واحد تستوي، رقم واحد. عايزه اقول لكم الوصفه دي تقبل جدا ذره، ذره حلو تكون حلوه جدا، تقبل جدا فلفل هاليبينو تكون خطيره، تقبل حاجات كتير، وممكن تتعمل برضه بابسط من كده. وصفه سهله مرنه، هنسوي الفراخ كده وبعدين نرجع بعد الفاصل نشوف اضافاتنا البسيطه جدا وهنعمل جنبها ايه. النهارده يومنا مليان قوي، استنونا.
وكأنها فراخ مشوية. ننزل بقى عليها البصل ونقلب تقليبة حلوة. هلاقي البصل ايه بقى بيتكرمل معايا كده، وهلاقيه بياخد من التتبيلة بتاعت الفراخ كمان. بصوا انا هحط كمان شوية زيت، لاني حسيت ان هي ايه بدأت كده هتنشف، فحطيت كمان شوية زيت عشان البصل يدبل معايا كده، واطلع ايه كل البهاريس. وبعدين نحط بقى الفلفل الالوان كمان معاها. على فكرة ممكن جدا احط فلفل لون واحد اللي هو الاخضر الرومي العادي، مش لازم فلفل الوان، وبرضو هتطلع تحفة. هي فكرتها في ايه؟ فكرتها انها فراخ بسيطة، وزي ما قلتلك تنفع بفراخ هنعمل لها اعادة تدوير، مسلوقة مشوية محمرة قطعيها صغنن وينزليها كده في شوية زيت زي ما انا عملت، وبعدين حطي عليها البصلة وشوية الفلفل الالوان. بصي بقى الكمية بقت عندي ازاي معتبرة، كمية حلوة، واخدة بالك كمية حلوة كده. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح اجيب الطاسة بتاعتي عشان بس ايه وقت البرنامج، لان انت هتعملي بقى براحتك خالص، لكن انا بس علشان الوقت فهعمل التالي. هحط طاستين، هنا شوية زيت، هنا ايضا شوية زيت، واروح مسحاها بالفرشة كده 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 كده. انت بتستخدمي طاسة واحدة، وهنا كمان اتفقنا ان هي مش بس تنفع بالعيش التورتيه، لا هي تنفع باي حتى عيش، يعني عيش لبناني هيبقى شغال معاكي، وما تضحكيش عليا صدقيني البلدي مش هيقول لك لا، مش هيقول لك لا خالص. طيب هعمل ايه؟ هروح فاتحه كده بقى عندي العيش، واروح حاطه هنا واحد، وحاطه هنا كمان واحد، وبعدين اول حاجه كده نحطها موتزاريلا. ليه؟ علشان تسيح تمسك لي ايه الحشوه، تسيح تمسك لي الحشوه. وهنا كمان موتزاريلا. عايزه اقول لك مشبعه جدا، وعلى فكره دي بتقدم في مطاعم كتير، مش افتكاسه يعني ولا ابتكار، لا 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 دي معروفه وبتتقدم في مطاعم كتير، وزي ما انت شايفه كده بسيطه بسيطه بسيطه. كل اللي هتتكلفي فيه كده كده بتجيبي الفراخ، عشان كل اللي هتتكلفي فيه مثلا قولي عيش التورتيه. حطيت كمان شويه شيدر، وبعدين اروح واخده بقى الفراخ حاطه هنا اهي موزعاها اهي. بصي من على الطاسه على طول باخد، عشان كده بقول لك سريعه ولذيذه وهتعجب الولاد بطريقه اهو. وبعدين نروح حاطين شويه كده وحاطين هنا كمان شويه، لازم تحت وفوق جبن. ليه؟ علشان لما اعمل كده خلي بالك تسيح معايا وتمسك الحشوه في بعضها، فاهمه الفكره؟ طيب انا ممكن اعمل كده وممكن اعمل كده، اللي هو اخد حبه هنا كده اهو على نص واحد اهو كده كده، عارفه حاجه شبه الكريب كده، وبعدين اروح اهي عاملاها كده، وبرضو عامله فيها ايه سايباها على النار الجبن تسيح. مهم بس انها تكون جبن من هنا وجبن من هنا. ليه؟ علشان تمسك الحشوه زي الكريب بالظبط. انا شلتها من على النار عشان هي استوت خلاص، زي الكريب بالظبط. الكريب بالظبط بعمل ايه؟ لازم ميكس جبن في الاول، طبقه كده مايونيز كابوتشي، لا الاول كمان بحط الموزاريلا وبعدين احط عليها مايونيز وبعدين كابوتشي وبقى والحشوه اللي انا عايزاها وبعدين موزاريلا فوق. لازم ليه؟ عشان تمسك الحشوه، مهم قوي مهم جدا. بس كده واسيبها على النار، بصي بقلب عادي جدا، تسيح الموتزاريلا تمسك في بعضها. عايزه تعمليها الريحه طلعت تحفه.
تحفه. تمسكيها كده ببعضها، عايزه تعمليها كده سيان. استنى اروح اجيب اللي هقلب بيها سيان. الاثنين هيبقوا حلوين جدا اهو. طيب احنا قلنا في صوص، الصوص ده ايه؟ الصوص ده عباره عن مايونيز، مستردة، كاتشب، وشويه خل ابيض. عندك خيار مخلل حطي كمان، ممكن تعتبريه صوص ينزل عليه، ممكن عارفه اللي هو بندب كده فيه برده بيبقى حلو قوي قوي. عايزه تعمليه بالثلاثه دول بس ماشي، عايزه تحطي خيار مخلل برده قطه صغنن جدا هيبقى حلو، هيبقى حلو قوي. تعالي نعمل الايه الصوص ده وبعدين نقلب عندنا التورتيا. نجيب بقى كده معلقه ونحط المستردة. تعالوا بس نقلبها نطمن عليها ونرجعها اهي. لا دي لسه ما نشفتش معايا، هعرف منين؟ لازم دي تبقى ناشفه، خلوا بالكم اللي تحت دي تبقى ناشفه شويه. تعالوا نشوف دي برضو، دي لسه بس برضو ايه هقلبها اهو اهي. بصوا اخدت لون ازاي، ودول هدخلهم فيها عادي جدا، وعلى طول بلاقيها بتسيح وبتبقى خطيره. وبعدين احنا بعد كده بنقطعها، ما بنسيبهاش كده، مش خدي اخواتك جنبك بس كده، بنقطعها احنا ما بنسيبهاش كده، بنقطعها. هم في المطاعم بيقطعوها كانهم بتبقى كده مثلثات، بتبقى خطيره في التقديم. برضو هنعملها كده، تعالوا نشوف دي اه خلاص اخدت لون، نقلبها اهي. الله بصوا ولا حاجه وقعت واخدت لون خطير على الناحيه الثانيه كمان، ونطلعها ونعمل غيرها. نكون عملنا الصوص بقى، ادي المايونيز، ادي المستردة، ادي كاتشب. خلي بالك انت ممكن ما تعرفيش تقلبيها كده، يعني برضو ممكن تقلقي ان انت تقلبيها زي ما انا قلبتها كده بايدي. لا انت ممكن تقلبيها على طبق، هعملها لك دلوقتي عشان ممكن انا اكون ايه مستسهله الموضوع، فانت تقولي لي ايه ده، ده هتفكي مني حالا. هعملها لك دلوقتي على طبق، برضو بيكون الموضوع اسهل اكيد واسرع، وما فيهوش بقى نسبة ان هو ايه اشك انها تفك مني. حالا هنعملها بس كده اهي. الصوص ده بقى ادعوا لي عليه خطير، مستردة، مايونيز، كاتشب، بيبقى لونه كده. ممكن نحط له زي ما قلت لي خيار مخلل، نحط له شويه خل ابيض بس. الله اتفرجي على حلاوته ده مع الحشوه الخطيره اللي احنا عاملينها. انا كده تمام، تعالوا نقدمه اهو عندي. بصوا لونه خطير ازاي وطلع ايه واحده بوحدتها اهي. وتعالوا كمان نقدم ده ونقطعهم. لازم يا جماعه يكون ناشف علشان من الناحيه دي ومن الناحيه دي يكون ناشف علشان اعرف اقلبه، وهوريكم حالا هقلبه ازاي. يلا نحط شويه زيت تاني هنا وهنا، ونحط بقى دي هتبقى واحده ودي هتبقى واحده كده. يلا الجبن طبعا، هنا الموضوع هيبقى اسرع لان ايه خلاص الطاسه عندي سخنت، ههدي انا النار ونحط بقى الحشوه بتاعتنا اهي، ونحط كده ونقفل. استنوا نقفل بدي كده، ايوه كده كاني بعمل كريب اهو. الجبن بقى تسيح وايه وتعيش، ونحط هنا بسرعه اهو برضو. وهعملك بقى دلوقتي معاها شويه سلطه، مش عايزه احكيلك هتفرق معاكي قد ايه في كميه اهو. ونقفل ده كده بس كده واسيبها. هلاقيها هوا يا جماعه، هوا بتاخد لون اهو، وهوا بتمسك نفسها اهي. وهقلبها على طول
بس كده. شفتوا الفكره؟ جبنه تحت وجبنه فوق، وحطي اللي انت عايزاه في النص. تعالي نقطعها، بحب قوي انا الحركه دي اهي. بصي بقى كده، مثلثات كده وهي بتتقدم كده بس. وهنا كمان اسهل حاجه، عايزه تقدميها كده خلاص تمام، عايزه تروحي مقطعاها بالشكل ده مروحه برضو براحتك اهي. وتعالوا نجيب اللي هناك كمان علشان خلصت كده سهله، وهتدينا كميه، والولاد بالنسبه لهم هتبقى يا اختراع يا كوتش، ايه يا ماما الحلاوه اللي انت عاملاها لنا دي. اي حاجه عايزه تقدميها يعني، هم بيحبوا الجبن جدا، حط لهم بس جبن وتفرجي على الاقبال التاريخي اللي هيكون على الحاجه. طيب وهقدم معاها الصوص، بس ايه، تعالوا نقطعها زي ما قطعنا دول، نشيل دول كده ونقطع دي. يلا بصوا بقى الجبن وحلاوتها وسيحانها، تبقى تحفة اهي. نشيلهم كده ونعمل دي كمان. بس كده انا مبسوطة قوي، لانها بجد سهلة وانا بحبها، فانا متأكدة كمان ان انتي هتحبيها والولاد هيحبوها. بس كده، وتعالوا بقى نحط ايه الصوص بتاعنا هنا وشكرا.